بس الحقيقة جواها هي طفلة بمعنى الكلمة. ولو مش مصدقين انه ياسمين صبري بجد عيلة صغيرة لطيفة أمورة مش ممثلة ومتقمصة والكلام الجامد ده، فرجوا معانا على الرحلة الزغنونة دي في اسكندرية مكان إقامتها وعشقها، وهتفهموا يعني إيه لما بقول ياسمين صبري طفلة صغنونة. النهارده هتقضي يوم معايا بقى من حياتي في اسكندريه، كل حاجه هتعملها هتعملوها معايا. ممكن اعمل بانكيكس بالموز والاوتس، حاجه حلوه كده يعني بالنسبه لي. لسه مش لازم نستعجل. عادة أنا بحب لما أقرأ السيناريو أبقى في حتة لوحدي وفي هدوء عشان أستخدم خيالي، يعني أشوف الفيلم أقراه وأشوفه في خيالي يعني. بصي كده ناحيه البحر وقولي لي حسيتي بايه. البحر مريح، بحب ابص على حاجه بلا نهايه برتاح اكتر من السيتي لايف، حياه المدينه اللي هي عمارات وكل حاجه جنب بعض. بحب احس بان انا شايفه السما كده بالما لا نهايه.